أحبابنا الصغار يا زهرة النوار، أحبابنا الصغار يا زهرة النوار، هيا إلى الحكاية هيا إلى الألحان، هيا إلى الحكاية هيا إلى الألحان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان، لتعرفوا جميعا حكاية الحيوان. هيا هيا مع السبع والثعلب المكار والثور والأرنب وسائر الأطيار، هيا هيا مع السبع والثعلب المكار والثور والأرنب وسائر الأطيار، لنعرف الحكاية ونعرف البداية، لنعرف الحكاية ونعرف البداية، هيا إلى الحكاية هيا إلى الألحان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان، لتعرفوا جميعا حكاية الحيوان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان، لتعرفوا جميعا حكاية الحيوان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان. أهلا وسهلا، حياكم الله يا أصدقائي الصغار، أهلا وسهلا. فيها حكايات كثيرة، ولكن الواحد يحب يختار لكم الشيء المفيد جدا جدا. فحكاية اليوم لها معنى كبير وعميق، وإن شاء الله أن نأخذ منها عبرة وموعظة ونتعلم منها الكثير. الحكاية اليوم بتوضح إن الإنسان اللي ينفرد عن هله عن ربعه عن جماعته يتعرض لمشاكل كثيرة. وأنا ما أبغى أكشف القصة أو الحكاية وبتركها لكم أنتم تشوفونها، ولكن نعرف قيمة التعاون وقيمة التكاتف وقيمة الانضمام، وإنه حنا ما نكون هينين لينين للعدو يدخل بين فينا ويفرقنا. فلذلك قالوا كان يا ما كان في قديم الزمان ثلاثة من الثيران يعيشون في أمان بحب وإخلاص كالإخوان. العشب طويل جدا وكثير، سنأكل من هذا العشب حتى نشبع، ونظل هنا في هذه الغابة نعيش بأمان واطمئنان، يحمي بعضنا بعضا وندافع عن بعضنا البعض. طبعا طبعا، قوتنا في اتحادنا، ويجب أن نتحد لندافع عن هذا البيت الذي نعيش فيه، فتخشانا كل الحيوانات وترهبنا. هل تصدقون أن الأسد العظيم يرهبنا ولا يستطيع الاقتراب من بيتنا؟ طبعا، مهما كانت قوة الأسد فلا يستطيع أن يقهر ثلاثة من الثيران. وبالفعل كان الأسد الجبار يجلس قلقا محتار، فهو يحب لحم الثيران ولا يستطيع أن يقترب منهم أو أن يهجم عليهم. ولماذا أنت قلق لهذه الدرجة يا مولاي الأسد؟ كيف لا أقلق يا أبا الحسين وأنت ترى هذه الثيران تروح وتجيء أمامي دون أن تخافني؟ وماذا يعطيني مولاي إذا استطعت أن أجعله ينتقم منها ويقضي على غرورها؟ ها؟ سأجعلك وزيري الدائم يا أبا الحسين. وتطرد الذئب من حضرتك يا مولاي؟ وأطرد الذئب من حضرتي. إذن دعني أتدبر الأمر بنفسي. وماذا ستفعل يا أبا الحسين؟ غدا ستعرف ماذا أفعل يا مولاي. وذهب الثعلب الماكر في الصباح الباكر،
وهو مطمئن على حيلته وتنفيذ خطته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريد أيها الثعلب؟ زيارتك غريبة علينا. نحن أصدقاء أيها الثور، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ إذن قل ماذا تريد. في الحقيقة ماذا تريد؟ قل. في الحقيقة أنا أريد أن أتحدث مع الثور الأحمر والثور الأسود على انفراد في موضوع هام جدا. ولماذا لا تتحدث معنا جميعا؟ لا يا سيدي، لا أستطيع، الأمر يخص الثور الأسود والثور الأحمر فقط. ولكن ما يخصهما يخصني أنا أيضا. لا تغضب يا أخانا، دعنا نجلس معه ونرى ما يريد. وبالفعل جلس الثعلب الماكر مع الثور الأسود والثور الأحمر في الدار، ودار بينهم هذا الحوار. ماذا تقول أيها الثعلب؟ هل تريد منا أن نتخلى عن أخينا الثور الأبيض؟ لا 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 لا، هذا لا يمكن أن يتم أبدا. اسمعاني جيدا أيها الأحمقان، اليوم العشب كثير والماء وفير، ولكن غدا لن تجدوا العشب وستموتون من الجوع. اتركا الأسد يأكل فترتاحا منه وتوفرا العشب لكما في المستقبل. وبعد أن امتد الحوار طوال النهار، استطاع الثعلب المكار أن يقنع الثورين برغبة الأسد الجبار أن يأكل الثور الأبيض دون أن يدري أحد بالسر. وعاد إلى الأسد وهو يرقص بمرح يكاد يطير من الفرح. أحقا ما تقول أيها الثعلب؟ كل الحق يا مولاي، ستذهب الآن وتهجم على الثور الأبيض دون أن يتدخل أحد من الثورين الآخرين. هل أنت متأكد من ذلك أيها الثعلب؟ كل التأكد يا مولاي. وهكذا تعرض الثور الأبيض للموت بهدوء وصمت، والثوران الآخران يقفان وهما ينظران ولا يتدخلان. وبعد عدة أيام جاء الثعلب المكار وهو يتصنع الابتسام ليعرف الأحوال، وتقدم من الثور الأحمر وقال: الحمد لله أنني وجدتك هنا لوحدك. لماذا؟ ماذا حدث؟ هل تعرف لماذا جعلت الأسد يأكل الثور الأبيض؟ حتى يكفينا العشب الذي في الغابة. لا، ليس من أجل هذا السبب. لماذا إذن؟ من أجل أن تكون أنت الثور الوحيد الذي يسرح ويمرح في الغابة دون أن يشاركه أحد هذا العشب الطري الندي. ماذا تقصد؟ أنت تعرف ماذا أقصد بالطبع. هل تريد أن أتخلى لك عن الثور الأسود أيضا؟ هذا ما أريده بالضبط. إذا كنت تريد أن تكون سعيدا وسيد الغابة بلا منازع. وماذا في ذلك؟ فليأتي الأسد ويأكله ولن أتدخل. وما هي إلا لحظات حتى كان الثور الأسود بين الأموات، وكان الثور الأحمر ينظر إليه
دون أن يشفق عليه. وبعد أن انتهى الأسد من الثور الأسود، تقدم من الثور الأحمر وهو يزأر ويزبد. الآن دورك أيها الثور اللعين. ماذا فعلت يا سيدي؟ إنني ثور مسكين. بل يجب أن تموت. نعم، يجب أن تموت مع الثورين الآخرين. معك حق أيها الثعلب. ما كان يجب أن ندع الأسد يأكل الثور الأبيض والثور الأسود ونحن نتفرج على بعضنا البعض؟ لقد أكلنا واحدا واحدا. والآن دورك، ماذا تريد أن تقول أيها الثور؟ أريد أن أقول كلمة واحدة يا سيدي. أنت لم تأكلني الآن، لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لو لم نتفرق لما استطعت أن تقترب منا أيها الأسد المغوار. أحبابنا الصغار نعود كل يوم، أحبابنا الصغار نعود كل يوم، نحكي لكم حكاية وحين يأتي النوم، نحكي لكم حكاية وحين يأتي النوم، ويهبط المساء نقول للأحباب إلى اللقاء يا أصدقاء، 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 إلى اللقاء.